في الكويت ظهر رجل مسن تمكن من الفوز في مسابقة السبيكة الذهبية بعد أن أخرجها من صندوق زجاجي عبر فتحة دائرية صغيرة كشرط للفوز. الغريب أنه بعد فوز هذا الرجل بالسبيكة سحبت الشركة المنظمة للمسابقة الجائزة منه بحجة أن هذه النسخة من المسابقة المشهورة عالميا تختص بالنساء فقط، وهذا ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجمعت أغلب التعليقات على أحقية الرجل في الحصول على السبيكة. لا، أخذها وروح. نصيبك في الروح. لا، أخذها وروح.